السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله درت واحد التعاون مع الصديقة ديالي اللي غنشارككم سلطة صيفية منعشة. أنا بدوري غادي نقدم لكم هاد الثلاث سلطات بالبربة، والزميلة ديالي والصديقة ديالي هذا هو اللوغو ديال القناة ديالها واسم القناة لي سافور دو حيات. كنتمنى تشاركوا في القناة ديالها وتشوفوها، وبدورها غتقدم لينا هاد الاربع سلطات الصيفيه المنعشه وبطريقه جد بسيطه. وغادي نخلي لكم رابط القناه ديالها باش تزوروها وتشتركوا في القناه ديالها. بالنسبه للسلطه الاولى، هنا كناخذ البربه اللي كانت تكون ديجا مسلوقه وسقيتها بعصير البرتقال، كنضيف ليها الجبن، هذا جبن صنع منزلي، تقدروا تستعملوا اي نوع من الاجبان عندكم. ومن بعد كنضيف القرقاع، كما كتعرفوا غني بقيمته الغذائيه، وغادي نستافدوا بزاف من هاد السلطه المنعشه والمغذيه. ومن بعد غادي نضيف القزبر والمعدنوس على هذا الشكل فقط. هذه هي الطريقه ديال السلطه الاولى. دابا ندوزو للسلطه الثانيه. بالنسبه للسلطه الثانيه، كناخذ بربه مسلوقه اللي كنضيفها في طبق التقديم، وغادي نستعمل هنا بطاطا مسلوقه اللي كتكون فيها الملح ديالها، حتى هي كنقدمها بهذا الشكل هذا في الطبق. وكنزيد الفجل اللي غني حتى هو بقيمته الغذائيه، وكيجي مع السلطه ديال مع البربه رائع جدا. من بعد غادي نضيف الخس، ومن بعد يعني كنضيف القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف شويه ديال الزنجلان الابيض اللي كنستافدوا بالقيمه ديالو حتى هو في السلطات، ونضيفوا العادي على حسب المتوفر. وبالنسبه للصلصه، كنحضر فيها الزيت والقليل من الحامض، عصير الحامض والملح، وكنسقي بها السلطه ديالي. بالنسبه للسلطه الثالثه والاخيره، غادي نضيف البربه دائما اللي مسلوقه، وهنا عندي الخوخ اللي كيجي رائع جدا مع البربه. كنضيف الخوخ مقطع على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنضيف القرقاع. وبالنسبه لهذه السلطه، كنسقيها فقط بعصير البرتقال، كتجي رائعه ومنعشه في هذا الصيف. فقط هذه هي هذا الشكل النهائي للسلطه ديالي. كنتمنى تكون الوصفات بثلاثه نالوا الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي ودعموني بالاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا حتى بالتعاليق ديالكم اللي كتشجعني دائما. وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. وكنشكركم بزاف على المتابعة. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.